هناك ظواهر مدمرة. نعم هذه الظواهر المدمرة أرسلها الله كإنذار وعذاب للبشر ليعودوا إلى منهج الله. يعني أنت علميا عندما يكون لديك جهاز، دائما الجهاز حتى يعمل بكفاءة عالية ماذا تفعل له؟ كل فترة تقوم بتعديل مساره أو بتعديل بعض الأجزاء فيه ليبقى يسير في الاتجاه الصحيح. نعم. كذلك البشر، الإنسان إذا تركته هكذا سوف يطغى، لأن النفس أمارة بالسوء، والإنسان بطبيعته يتبع الشهوات، فيحتاج كل فترة إلى ما يعدل سلوكه يرجعه إلى الطريق الصحيح. فهذه الأعاصير هناك أنواع كثيرة منها، ولكن من أكثر الأعاصير دمارا هو ما يسمى بإعصار النار. إعصار النار. إعصار النار، نعم. هذا الإعصار الذي نشاهده أمامنا الحقيقة يمكن أن يرتفع إلى 300 متر. سلم يا رب، سلم يا رب. وهو من أشد أنواع الأعاصير تدميرا وخرابا وإحراقا للغابات، يستهدف الغابات. على فكرة في الجزيرة العربية هذا الإعصار لم يضرب نهائيا، لأنه لا يعمل في الصحراء، يحتاج إلى غابات ليعمل بها. فعندما نجد في القرآن العظيم إشارة لمثل هذا الإعصار الذي اكتشف لأول مرة عام 2010، سبحان الله، فهذا يدل على أن هذا النبي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. هذا الإعصار يقول عنه العلماء عندما رأوه أول مرة ضرب غابات البرازيل، ثم ضرب غابات أستراليا عام 2010 و2011، ثم ضرب كاليفورنيا، ثم في بريطانيا، يعني سنويا يتكرر منذ 2010 حتى اليوم، ولكن لم يظهر إلا في 2010 بالضبط. نعم. وأول توثيق وأخبر به سيدنا النبي من 1400 سنة. نعم، في القرآن الكريم. نعم. فهذا الإعصار أطلقوا عليه عام 2010 فاير تورنيدو، أي إعصار النار. إعصار النار. وهذا المصطلح العلمي بقي مستخدما حتى عام تقريبا 2013، ولكن في أستراليا عندما تكرر وضرب عدة مرات قاموا بعمل دراسة لاستكشاف أسباب وتركيب هذا الإعصار، فوجدوا حقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه إعصار النار. وجدوا أن المصطلح العلمي غير دقيق. نعم. وجدوا أن هناك حريق موجود أصلا في إحدى الغابات، ويتصادف هذا الحريق مع مرور إعصار هوائي عادي. وعند مرور هذه الدوامة الهوائية بالقرب من هذه النار، ما الذي يحدث؟ تدخل النار عبر هذا دوامة الهواء، فيتشكل إعصار فيه نار. سبحان الله، إعصار فيه نار. فيه نار، دخلت فيه النار. فيقولون علميا أن الأدق علميا أن نقول إعصار دخلت فيه النار، وهم يقولون لا يوجد شيء اسمه إعصار النار أصلا. هم يقولون ذلك. نعم. فلو رجعنا إلى القرآن العظيم عندما تحدث الله عن رجل منع زكاة ماله وكان لديه أخطاء، وأحب الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الطريق الصحيح وضربه مثلا لنا نحن. نعم. فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات؟ ثم قال بعد ذلك: وأصابه الكبر تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات. وأصابه الكبر، هذا الرجل الذي لديه جنة فيها ثمار، فيها نخيل، فيها أعناب، فيها فواكه، وهو طبعا غني جدا هذا الرجل، لأن لديه جنة، يعني بستان كبير، ولكن هو كبير سن ولديه أطفال ذرية ضعفاء، فكان كل طموحه أنه إذا مات سيترك هذا المال وهذا الرزق لهؤلاء الأطفال يستغنون به ويعيشون حياة رغد يعني. فيقول تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار
فيه نار، فيه نار. إذا إعصار أتى ودخلت فيه النار. سبحان الله، انظر سبحان الدقة الله. يعني الدقة نعم. العلمية. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صحيح. يعني انظر هذا المشهد يدعوني أنا إلى التفكر، أنا كمسلم إلى التدبر، إلى التفكر. هذا المشهد الذي يقول عنه العلماء إنه أول مرة اكتشف عام 2010، وأول صورة التقطت له كتوثيق علمي 2003، صورة فقط ليس فيديو. سبحان الله. ولم تتم دراسته إلا عام 2013. طيب القرآن نزل قبل أكثر من 1400 سنة. نعم. ويقول لك فأصابها إعصار فيه نار، يحدد لك بدقة كنوع من العذاب لهذا الإنسان وتحذير لنا. يعني هذا لماذا نقول هو جندي من جنود الله؟ لأن جنود الله مهم، من مهامها تحذير البشر لإرجاعهم إلى الطريق الصحيح. نعم. يعني أنت عندما يكون لديك مشكلة في مكان ما وهناك أناس يقتتلون، تحتاج إلى جنود لضبط هؤلاء الناس، أليس كذلك؟ نعم. فمن مهام الجندي ضبط الفوضى، ضبط المشاكل، ضبط الخلل. فأنت أيها الإنسان عندما يحدث لديك خلل في تطبيق هذا الدين الحنيف، وعندما تبتعد عن منهج الله تبارك وتعالى، يرسل لك الله هذا الجندي محبة بك، وليس الله يحقد على البشر كما يدعي الملحدون أو يريد أن ينتقم من البشر، يرسله ليصحح لك المسار وينذرك. هذه الآية أين وردت؟ في سورة البقرة. نعم. وردت كمثال يحذرني أنا كإنسان مؤمن، يقول لي انظر لو كان لك هذه الجنة من النخيل والأعناب وفيها من كل الثمرات والأنهار تجري من تحتها، ثم جاء إعصار وضربها فاحترقت. على فكرة إعصار النار يضرب بسرعة هائلة، يمكن أن يحرق. مثلا إذا كان لديك مزرعة مساحتها 30 كيلومتر مربع، يعني ضخمة جدا، خلال 5 دقائق أو 10 دقائق يحرقها. سريع جدا، يعني لديه سرعة في الإحراق وعنف شديد. فضرب الله لنا هذا المثل ليعطينا عبرة نتفكر بها. سبحان الله. كأنه يريد أن يقول لك أيها الإنسان انتبه، يوم القيامة قريب والحساب قريب، فعدل سلوكك وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت مقصر فادفع زكاة مالك، إذا كنت لا تنفق أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الرجل الذي كان لديه هذه الجنة وهذا البستان الكبير لم ينفعه ماله، وكان لديه ذرية ضعفاء، فكانت حسرة أنه شاهد هذا الإعصار يضرب هذه الجنة ويحرقها، فأصابها إعصار في نار فاحترقت. فكذلك أنت لا تعرض نفسك لما تعرض له هذا الإنسان، فهذا تحذير من الله، وبنفس الوقت إعجاز علمي يرد على أولئك المشككين، يقول لهم أنتم تدعون أن القرآن كلام أساطير وكلام بشر. نعم. كما قال لي أحد الملحدين ذات مرة، قال لي محمد عليه الصلاة والسلام ذهب في رحلة في الغار ثم عاد وقال رأيت جبريل، هل نصدقه؟ وأين الدليل؟ هل رآه أحد؟ لا. لم نرى جبريل ولم نرى الوحي ولم نرى كذا. طيب هذه الآية أليست حقيقة دامغة وواضحة أمامنا، تقول لك بأنه لا يمكن لبشر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في القرن السابع الميلادي، والنبي يعيش في صحراء، يعني لا يمكن أن يرى مثل هذا المشهد أبدا. نعم. كيف تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك إعصار فيه نار، وجاء بالمصطلح العلمي الدقيق الذي يقر به العلماء اليوم، وحدد لك أن هذا الإعصار لا يعمل إلا إذا كان هناك بستان أو جنة؟ لم يقل إعصار فيه نار فقط، لا، ربطه أيود أحدكم أن تكون له جنة أي بستان. نعم. فهذا يشهد على صدق القرآن وصدق رسالة الإسلام، وهو تحذير لنا، عسى أن نعود إلى الله تبارك وتعالى.
حتى يتبين لهم أنه الحق.